بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم. الزمالك بيخسر 3-0 من غزل المحله في كاس الرابطه المصريه. لما اتكلمنا على ماتش الزمالك وغزل المحله كنا بنتكلم على ان الناشئين في نادي الزمالك هم ابناء عاملين. الحاجه الوحيده في مصر عندنا هنا اللي بالموهبه هي عالم كره القدم، وتلاقي بسم الله ما شاء الله اللي موجودين في قطاعات الناشئين الاهلي والزمالك كلهم اولاد لعيبه سابقين. بس لما تقعد تتكلم على الزمالك في بطوله كاس الرابطه المصريه، الزمالك من غير طارق حامد، من غير زيزو، من غير الونش، من غير محمود علاء، من غير اشرف بن شرقي، الفرقه فاضيه قوي، والناس كلها جايه تنصدم دلوقتي ان الفرقه فاضيه وما عندناش بديل لامام عاشور وطارق حامد. معلش نسيت امام عاشور. امام عاشور وطارق حامد ما عندناش ليهم بديل في نص الملعب. والله السروقه واسلام جابر مش عارفين يلعبوا الحته دي، والله السوباما مش عارفين هو صنع العاب ولا لا، رزاسي بيحاول يرجع ونجم بيحاول يرجع، عندنا عمر السعيد بيحاول يسجل. طب انت مفترض انك بتلعب بلعيبه فرس، يعني ما ينفعش انك تقول لي بدلاء او ناشئين. يعني موسيماني بيلعبها بصياعه هناك في الاهلي، انما انت مش عارف تلعبها بصياعه. انت بعد الماتش بتقول لي ايه؟ انا ممكن افكر اطلع الناشئين. ليه؟ مش هيقدموا اسوأ من اللي قدموه ده. طب ما كنت لعبت بالناشئين من الاول. انت عارف انك ما عندكش بدلاء وما بتشتغلش معاهم فنيا، والفرقه ملهاش شكل اساسا بوجود اللعيبه الكبار اللي احنا بنتكلم عليهم، زيزو او طارق او امام عاشور او الونش او محمود علاء. الفرقه ملهاش شكل، الفرقه بتعتمد على الكره الطويله والكره العاليه. الفرقه ملهاش شكل خالص بقى لها سنه ونص او سنتين كمان من ساعه باتريس كالتورون للامانه ما جه، وقبل باتريس كالتورون برده الفرقه ما كانش ليها شكل. فانت دلوقتي بتعاني ان الفرقه ملهاش شكل، صح؟ العب بالناشئين بحيث لما تخسر والله عندك حجتك، انت بتلعب بالناشئين وبتلعب مستقبل النادي والكلام الحلو ده، هتلاقي جاب مع الجمهور، هيداروا على ان انت عندك عجز فني، هيداروا على ان انت مش مسيطر على الفرقه، هيداروا على كل حاجه، هيداروا على ان في لعيبه عارفه ان هي كده كده هتلعب، حتى لو بتقدم ببي جوه الملعب هتلعب. اوباما اللي بيحصل في الزمالك ما تفهمش اوباما بيلعب كل ماتش اساسي ازاي. يعني مع احترامي شيكابالا اللي اكبر منه بكتير، شيكابالا لما نزل تلت ساعه كان على الاقل ليه منظر، على الاقل ليه روح، عنده روح ونازل يجري بالكوره. انما انت كاوباما كسبنا خسرنا عادي، غزل المحل عامل عليا جيم، مسجل هدف الاول، بباصيله انا يسجل هدف تاني، مسجل هدف تالت، فين ام رد الفعل؟ مفيش رد فعل. ليه؟ ما تعرفش ايه اللي حصل، ما تعرفش والله ايه اللي حصل. من وقت رجوع مرتضى منصور للنادي باتريس كالترون عارف انه كده كده ماشي، بيفكرني بحسام البدر لما الخطيب نجح بانتخابات الاهلي، راجل عارف انه كده كده ماشي. طب انت بتقدم حرق دم للجمهور مثلا؟ لعيبتي اللي على الدكه ما يصلحوش ان هم يلعبوا في الزمالك؟ الكلام ده بقاله سنين مش من دلوقتي، بس الزمالك ما عندوش دكه بقاله سنين، بس كان لازم فضيحه. ليه بقى؟ لان احنا عندنا هنا في مصر لازم الفضيحه تحصل بحيث الناس تتدخل. ومرتضى منصور اعلن بعد المباراه ان هو عرض لاعبين للبيع، اللي هو بسم الله ما شاء الله، يعني كارثه حصلت نتكلم على حلها؟ لا، نطلع ناخد الترند، نطلع نقول لاعبين للبيع، والشيء والبيتجات كلها تقعد تدور على مين اللاعبين دول، هل عبد الله جمعه واوباما ولا الاثنين ناشئين، ولا انت عايز تبيع مين بالظبط؟ ما حدش فاهم اي حاجه. ليه بقى؟ هو الزمالك، هو ده الزمالك. عمرك ما هتفهم اي حاجه، عمرك ما هتطالب بحاجه منطقيه تحصل وهتلاقيها حصلت. يعني مثلا انا اضمن لك ان مرتضى منصور لو احنا دخلنا الانتخابات كان ماشي باتريس كالترون، بس عشان احنا في جو انتخابات ومرتضى منصور لو ماشي كالترون هيتقال عليه 1-2-3 في المجلس، ومرتضى منصور ممكن تاثر عليه شويه في الجامعه العموميه مع انه كده كده ناجح. فبالنسبه باتريس كالترون، باتريس كالترون الراجل عارف انه في ايام الاخيره، طب ما تمشوه يا جماعه، طالما الراجل عارف انه في ايام الاخيره وعارف ان مرتضى ما ينجح يمشيه، ما تمشوه بدل حرقه الدم دي كلها بالنسبه للجمهور. والدوري بالوضع اللي كالترون عليه ده ربنا يستر، وكاس الرابطه نتمنى للمره الثانيه والثالثه والرابعه ان البطوله دي ما تلعبش تاني، عشان مش ناقصه حرق الدم اهي، عشان انا هتفرج عليه ده مش كره قدم، انا هتفرج عليه ده تخليص ذنوب بعيد عنك، يعني دي مش كره قدم والله، ده تخليص ذنوب وش، دي مش كوره والله العظيم اللي هتفرج عليها في كاس، دي مش 90 دقيقه ترضي ربنا خالص ولا ترضي اي حد خالص. لو حد فيكم مرضي من اللي حصل ده قولوا لي، عشان بصراحه من ساعه ما اتفرجت على كاس الرابطه دي اربع ماتشات كده انا مش فاهم اي حاجه ومش فاهم البطوله بتلعب ليه صراحه. يعني لو انتوا فاهمين قولوا لي. هارد لك لكل الزملكاويه اللي كانوا جايين حاطين امال وطموحات ان الفرقه دي هتصلحهم بعد اللي حصل الماتشات اللي فاتت، هارد لك، هم دول لعيبه ما عندهمش دم، انت جاي اتفاجئت في ايه اساسا؟